معاك ثلاثة ديال الليل وانت راقد وتجي انت تفهمي عليا. علاش ما فهمتش؟ ايوا هي هادي. راه كاين البقري وكاين البقري، لا تبقاي تقولي الناس تبيعوا البقري. راه كاين البقري وكاين البقري، البقري راه فين صاف. هادشي تنوريو للناس ديال الصحراء وشحال باش كتبيعوا اللحم. عيطوا لي قولوا لي شحال باش كتبيعوا اللحم. الدنيا شي تيدير الخير تيصيبو ليه، شي تيدير غير السوء تيصيبو ليه. اللي دار الخير يصيبو، اللي دار السوء يصيبو. كونوا على بال الشرفه. اخوان السلام عليكم، وديما فيديو جديد. اليوم غادي نحاولوا نمشيو للسوق ديال فم العنصر، نمشيو عند موحى ونسولوه بالنسبه على اللحم شحال داير، شحال فين وصل. وبالنسبه لليوم التاريخ هو 5/8/2024. يلا خليكم مع الفيديو، وما تنساوناش ديما باللايك والتعليق باش يشجعنا اكثر ونديروا بلايص اخرى ان شاء الله. شوف محاوش هلا فيكم ولا لا؟ هادشي تنوريو للناس ديال الصحراء، الناس اللي راهم في الصحراء والمعلمين. نقول لهم راه الغلا كاين، الله يكون في العوان المعلمين. وشحال باش كتبيعوا اللحم؟ عيطوا لي قولوا لي شحال باش كتبيعوا اللحم. انا كنبيعوا اللحم 100 درهم. حتى هما الدراري في العيون ولا في الداخله قالوا لي كنا نبيعوا اللحم 100 درهم. وغيت دابا الغلا كاين. الغلا كاين من هنا عاد باش يوصلهم اللحم للداخله. شحال ديال الترونسبور، شحال ديال السياره، وخلي البطوار وخلي المحلات وخلي الله يكون في العوان الحريفيه. تيتقداو من السطات، تيتقداو من الحد ديال سيدي بن نور، تيتقداو لهم ناس اخرين اللي هما معاهم خدامين معاهم، تيسيفطوا لهم السلعه. الغلا كاين بزاف، لا دوك اللي تيشريو ولا دوك اللي تيذبحوا. تبعت شاب عندها عبورة وخروف ب 320,000 ريال، شا عندها عبورة وخروف 320، وتبعت معزام 140,000 عندها جديد. الله أعلم، أنا غير تنسمع، أنا ما شفتش. معزام 140,000 ريال. معزة والله يعلم الخوان ما شفتش. راه جا مع راسها قال لي بغا تجمع راسها. الله يدينا في الضو، الله يدينا في الضو، تنطلبوا الله يدينا في الضو، الله يقنعنا، الله يعطيك الخير. شكرا بزاف، الله يبارك فيك. وتحيه للناس ديال العيون. قول لي مخاغلات الوقت. هاد الخير اخويا شفتو من الفقير صالح. الاخور راه ذبحتو في نهار العيد ديال رمضان من عند مولاي داك السيد داك الحاج العمري. السلعة غالية، السلعة غالية بزاف. عندو المليح كاين الغلا، الغلا في السوق كامل ماشي غير عندو. شفنا الأغلبية في أم العنصر باقيين الزبالة ما خدامين. الباين ما كايناش يا الشريف. اش بغا يشريو؟ الغلا كاين بزاف، اش بغا يشريو؟ تقريبا اليوم راه كاين جوج خرج اللي تيبيعو. راه كاين البقري وكاين البقري، لا تبقاي تقولي الناس تيبيعو البقري. راه كاين البقري وكاين البقري، البقري راه فين صاف. السي عبد السي عبد الكريم علاش؟ دابا الطبع خلط كلشي، كي البقرة كي العجل، كلشي مطبوع بالحمر، راه تيتسمى بقري. واخا تا بقرا راه بقري، يا سمعتيني، واخا تا بقرا راه بقري، وراه تيتسمى بقري. لحقاش ما عندوش، كون عندو اللون غادي يتسمى بقرا. الضروبة هي كتباع. ها؟ الضروبة هي بقرا. الضروبة عجلة، العجلة مال العجلة هي، العجلة راه بابا. خويا كون الضو كاين الحوان في السواق.
السوق داخل منه. هذوك هما الجماعات اللي خدامين، الناس اللي دايرين السواق ودايرين المحلات الحريفيه. شتي الفيديو ديال هوارا؟ شتو في هوارا؟ اه شتي هذاك دايرين لهم المحلات ديال السوق بحال راه مريح في المحل ديالو. هذوك راه خصهم يبقاو خدامين ديما هادو. صراحه من احسن الاسواق. زيد واحد 200 ريال الشريف. قلت لها نمشي فيه البارح وميتي. ايوا لا لا نقاو الناس صايبه فين الدور والناس صايبه فين والحريفيه راهم باينين فين اللي بغى شي حريفي تيمشي لعندو. اه اكادير وقالوا لك راه تيسميوه حد النفع ماشي حد بول النفع. لا ديال بول النفع ولكن هو حد النفع اللي جا تيتنفع السوق تيتنفعوا فيه الناس. اي راه تيقولوا بول النفع ولكن راه حد النفع. النفع شنو هو؟ شنو هو النفع؟ يتنفع. اشرح لي اللي جا تيتنفع اللي جا تيبيع ويشري تيدي البركه ويزيد. راه هذوك هما السواق. شوف ولكن واحد القضيه راه كاين السوق اللي كاين اللي تيربح وكاين اللي تيخسر. راه ماشي كاع. السلام ورحمه الله خالتي فاطمه. سمعتيني الداخل ليه كاين ربح وكاين خسر على حسب الجوده ديالو. الدنيا شي تيدير الخير تيصيبو ليه شي تيدير غير السوء تيصيبو ليه. اللي دار الخير يصيبو ليه دار السوء يصيبو. كونوا على بلاش شرفه راه ما يدوم حال. اللي يدير الخير. خويا لاباس كيدير بخير صحيح كلشي بخير. كيدير خويا عمر لاباس سي عمر هاني عمر الوليدات الله يلا الحمد لله كلشي بخير. حيدتيني من الفريكو ولا باقي؟ حيدتيني من الفريكو ولا باقي في الفريكو؟ اخويا الحمد لله هذا فضل من عند سيدي ربي الكريم. الحمد لله المحاكمة شفار محاركة الرجل معقول من بكري الشريف الحمد لله ما غادرين حد ما كاتبين على حد ما الدينا ديال حد الحمد لله. اهلا السي عزوزي دير خويا لاباس عليك. البروموسيون ديالي السي عبد الكريم استاذ ديالي. السلام الشريف ما عنديش انا جدي. صافي نديو من عندو اشاره باش يمشيو يشريو عندو اللحم تيعرفوك دابا. ايوا لا لا راه الثقه راه الثقه فاش بقات راه ما بقاتش في طولونطيت. طولونطي راه تيلوحو طولونطي تيعياو تيلوحو في طارو ديال الزبل راه تيكرطو جو يلوحو في طارو ديال الزبل. علاش لا عارف اش كاين انا دابا عابرو المولى ومولا ما كاين. وهي الشريف والله ما كاين حضره غير الملائكه ديالو. واللي خدم شي عمل غادي يصيبو. اكونوا هانيين تعجما نديوا من هاد الدنيا هادي. الناس الله يكون في العوان ما عندها فلوس شو راه دور لعند الخضاره شو شو تخرق بشي واحد شي ميزان. الخير موجود والله الفلوس ما كايناش. الفلوس ما كايناش الخدمه ما كايناش للناس. بعد العيد كانت شويه ملي جاو الحجاج ملي جاو الحجاج صابونا ناعسين كنا كونجي. اللي جاو الحجاج كنا كونجي. الدواره حنا دابا راهي تنلحوها الدواره الثمن ديالها باقي صحيح ما بديت شدي حتى النص. الله يلا ثلاثه الدور شحال لاح ليا 130,000 8 مليون وشي حاجه الظلم هذا. والله هذاك السيد هذاك صافي طلع ليا في راسي ما نكذبش عليه وهو يسمعني انا تنقولها ليه في وجهه راه ماشي خازنا عليه حشوم يعني ما بقاش حتى ما بقاش. وجابوا الدراري ب 70,000 ريال انا والله الا 70,000 ريال اش جاب انا الشيء اللي كندبح كندبح شي حاجه ما احسن من داك الشيء اللي جايبين ويدير بقره يعني بحال ما كاينش حتى ما في الدوار ناقصين حتى هما راه ما عندهمش البيع. الكرشي عندهم غير ب 500 الحمد لله راس 1000 ريال 1200 حتى هما ما عندهمش البيع حتى هما محنين محنين. ولكن قبل العيد كان الثمن في الدوار. شوف الدوار الرقاق اللي غاليين دابا دواره ب 6000 7000 ديال الغنم ديال الغنم فين هما اش من دوار
باغي السميه. ايوا ضربنا تمارات الاخر ونخليوه يبس. بان ليك جحا موحا جحا 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 هاو شتيه اسكت يا سي موحا اول غلام ياك يعني محارة جات لاسخة حط الميزان ها حط الميزان صراحة ما زايدة ما ناقصة اللي بغى يعيش طرف الاخوان فيه كيلو كذا كذا بعضك على جوج ساهو الطرف فيه كيلو كذا كذا قسمهم قسم تاعنا على جوج كلشي لا لا عيش لا لا علاش ديك يد قريضه ديالي اي وليو صغار بزاف نفلح المجموع نفلح الزين وانا ردي تمر سواد كاع راه اللي جا فيه شي سو كاع ما تطلبي التسامح بالله المهم غاليه انت اللي غطلب التسامح ماشي حنا هذاك الشيء نيت ملي انت مع الثلاثه ديال الليل وانت راقد وتجي انت تفهمي عليا علاش نفهمي ايوا هي هادي تجي لي ونفهم تجي لي غتحيدي لي ودني والله الا ما مشيتي نخرج ليك نخرج نتعبز يلا يلا بغيت تعبز معاك يا موحى خلي موحى انا يلا خرج بغيت تعبز معاك خلي موحى حياكم الله يلا الله يعاونك ترى كيلو يكون ديال تخوالي تخوالي بالك الطرف مليح هذا قلتي لي صايب ياك يا راه قبيله قال لي عبر ليا ولكن بان لي دابا الطرف محطوط عبر لي خاطر اللي جات يجي لك رحمة الإخوان ديال موحى اليوم وانتم ردوا علينا الإخوان كيفاش دايرين الحيمات عند موحى اليوم واش كاين شي مليح ولا لا على الحيمات الحراره ما تتغيرش بجاه الله ولكن حراره ياك الحماشي تاع البيع والشراء ديال الحلوى دابا ماشي ديال الصح يعني ما يخوت الحال سخون هو دخل خرج ولكن دابا باش مزيان داكشي اللي خرجتيه للسوق يتباع ما ترد حاجه لا داكشي اللي كاين هما غير داكشي واللي عنده شغلو راه مشى تابعو ما غير واحد شويه يشوف يطلع البلاد ويطلع